بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت أيامكم بكل خير، وجعلها عامرة بذكر الله عز وجل. ونسأل الله العلي القدير أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. نرحب بكم في مستهل هذا اللقاء الذي يجمعنا بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. السلام عليكم يا شيخ صالح. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وأثابكم الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك بهذا اللقاء وأن ينفع به الجميع. على بركة الله نبدأ هذه الحلقة. تعلمون حفظكم الله أن العقيدة الصحيحة هي أصل دين الإسلام وأساس الملة. فإذا كانت العقيدة الصحيحة أو فإذا كانت العقيدة غير صحيحة بطل ما يتفرع عنها من أعمال وأقوال، كيف يكون ذلك؟ وتشرحون لنا قول الله عز وجل: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا شك أن العقيدة هي الأساس، فإذا كانت العقيدة صحيحة صحت جميع الأعمال المبنية عليها، وإذا كانت العقيدة فاسدة فسدت جميع الأعمال. والعقيدة الصحيحة هي مضمون شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فشهادة أن لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، ومقتضاها أن يفرد الله جل وعلا بالعبادة بجميع أنواعها، ولا يدعى معه أحد أو يصرف شيء من أنواع العبادة لغيره. هذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله ومقتضاها. وأما شهادة أن محمد رسول الله فالتصديق بأنه رسول الله إلى الناس جميعا، ثقلين الجن والإنس، العرب والعجم، لأن رسالته عامة لجميع الثقلين. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض. فالذي يؤمن بأنه رسول إلى العرب خاصة هذا إيمانه باطل، وهو لم يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم. والذي يقول إن رسالته إنما هي لبني آدم دون الثقلين، هذا أيضا شهادته باطلة، فلا بد أن يشهد أنه رسول الله إلى الناس كافة، إلى الجن والإنس، بشيرا ونذيرا. ولا يكفي هذا، حتى يتبعه، مقتضى شهادة أنه رسول الله أن يتبعه، فلا تكفي الشهادة بأنه رسول الله حتى يتبعه. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه اتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وإلا فإن عمه أبا طالب يقر برسالته، ولكنه منعه من اتباعه العصبية لقومه، لما قالوا له: وتترك ملة عبد المطلب؟ قال: هو على ملة عبد المطلب، ومات على ذلك، وأبى أن يقول لا إله إلا الله من باب الحمية الجاهلية لدين آبائه وأجداده. نعم. نعم، بارك الله فيكم. وكيف يكون حفظكم الله معاني الإيمان بالله سبحانه وتعالى في العقيدة؟ كيف تتلخص في الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره؟
هذه أركان الإيمان، أركان الإيمان الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. فلو أنكر ركنا واحدا منها فإنه غير مؤمن. لا بد من الشهادة بها جميعا والإيمان بها جميعا. والإيمان كما هو عند أهل السنة والجماعة هو قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذا هو الإيمان. نعم. نعم، بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ، ما هي الأصول الستة وكيف دليلها بالكتاب والسنة؟ دليلها من قوله تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. هذا دليلها. وكذلك حديث لما سئل عن الإيمان، لما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم، سأله جبريل قال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. نعم. نعم، بارك الله فيكم وأثابكم الله. إذن ما سأل عنه عمر يحيى، سوداني مقيم في المملكة، يقول: كيف يحقق المسلم العقيدة الصحيحة خالية من كل البدع؟ نعم، هو هذا يحققها إذا تجنب الشرك والبدع والمحدثات كلها، واتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، وأخلص الدين لله عز وجل، فإنه يكون بذلك مؤمنا حقا. نعم. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. أبو ثامر من الرياض يقول: الظن بالله سبحانه وتعالى كيف يكون، وكيف أعرف أني ظننت بالله عز وجل خيرا، هل في العمل أم في القول؟ كلاهما. إذا أملت بالله الخير وظننت به خيرا، فإن الله جل وعلا يقول: أنا عند حسن ظن عبدي بي، أو أنا عند ظن عبدي في، فليظن بي ما شاء. فحسن الظن بالله من الإيمان، وسوء الظن بالله كفر. ولهذا قال الله جل وعلا في الكفار لما دخلوا النار: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. يظنون بالله غير الظن، فالظن بسوء الظن بالله كفر والعياذ بالله، وإحسان الظن بالله إيمان. نعم، بارك الله فيكم وأثابكم الله. أيضا من الأسئلة التي وردت إلى البرنامج، هذا أبو عبد الله يقول: من أين نأخذ عقيدتنا الصافية؟ نأخذها من الكتاب والسنة، نأخذها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين والقرون المفضلة. وقد كتب شيخ الإسلام ابن تيمية عقيدة مختصرة مستوفية شاملة اسمها العقيدة الواسطية، شاملة لكل أبواب العقيدة بأسلوب سهل ومختصر. نعم، بارك الله فيكم. يسأل سؤاله الآخر، يقول: في كل نسمع كثيرا من الناس يقول: إن الله معنا في كل وقت وكل حين وفي كل مكان، حتى في أماكن قال عنها أنها غير طيبة، ما صحة هذا الكلام؟ وأين الله؟ هل هو في العلو فوق السماوات السبع أو أين؟ النبي صلى الله عليه وسلم سأل الجارية التي أراد صاحبها أن يعتقها، فجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بها، فسألها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لسيدها: اعتقها فإنها مؤمنة. نعم.
نعم حفظكم الله. في هذا السياق يسأل صالح محمد اليحيى من جدة، يقول ما الدليل من القرآن على أن الله على العرش استوى؟ يا سبحان الله، ما يقرأ الآيات السبع الرحمن على العرش استوى بهذا اللفظ ثم استوى على العرش الرحمن، كلها موجودة في القرآن سبع آيات بلفظ واحد استوى على العرش، على استوى على العرش الرحمن. نعم بارك الله فيكم وأثابكم الله. عبد المنعم محمد مصري مقيم في المملكة العربية السعودية يقول ما معنى لا إله إلا الله وكيف يحقق المسلم هذه الشهادة قولا وعملا؟ معناها معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق، لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، وهذا معنى لا إله. لا إله هذا نفي لجميع الآلهة من دون الله، إلا الله مثبت الإلهية لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. فكلمة لا إله إلا الله فيها نفي وفيها إثبات، نفي جميع الألوهية عما سوى الله وإثباتها لله سبحانه وتعالى. نعم أحسن الله إليكم. ونذكر الإخوة والأخوات بهاتف البرنامج 442-8313. نعود إلى الأسئلة. ما حكم الذبح والسجود لغير الله؟ الذبح عبادة مقرون مع الصلاة، قال تعالى فصلي لربك وانحر، قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فالذبح على وجه التقرب ماذا مقرون مع الشهادة، مع شهادة أن لا إله إلا الله، مع التوحيد. فمن ذبح لغير الله فهو مشرك، الشرك الأكبر المخرج من الملة، لأنه صرف نوعا من أنواع العبادة، بل من أجل أنواع العبادة صرفه لغير الله وأشرك مع الله جل وعلا. نعم أحسن الله إليكم. سؤال آخر، السائل يحيى يقول ما الدليل من القرآن على كفر من أنكر البعث؟ زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فقوله زعم الذين كفروا هذا حكم عليهم بالكفر، فمن أنكر البعث أو شك فيه فهو كافر وجاحد لركن من أركان الإسلام. نعم نعم بارك الله فيكم. أبو ثامر من الخرج يقول في قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، يسأل عن هذه الآية ومقتضاها وكيف يحقق المسلم الإيمان بالله وأن الأرزاق من الله. الله جل وعلا قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فيه بيان الحكمة من خلق الجن والإنس، وهي أن يقوموا بعبادة الله وحده لا شريك له، تكفل بأرزاقهم، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، والعبادة نفعها يعود إليهم، أما الله جل وعلا فلا تنفعه عبادتهم ولكن نفعها لهم، وهو يريد لهم الخير ويريد لهم الرحمة سبحانه وتعالى، ولهذا أمرهم بعبادته ونهاهم عن الشرك به سبحانه، لأن كل هذا يعود نفعه أو ضرره إليهم، وأما الله جل وعلا فإنه لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين، وإنما نفع ذلك أو ضرره يعود إلى المخلوق. نعم بارك الله فيكم وأثابكم الله. في قوله تعالى ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير، يقول ما حقيقة هذه العبادة وكيف يجسدها المسلم في حياته وهي إفراد الله سبحانه وتعالى؟ هذا قلناه وكررناه، نعم معناه أن يفرد الله بجميع أنواع العبادة، فلا يصلي إلا لله ولا ينحر يذبح إلا لله، ذبح العبادة والتقرب،
ولا يفعل أي نوع من أنواع العبادة. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، كلها يجب إخلاصها لله، فمن صرف نوعا منها لغير الله فهو مشرك كافر. نعم. نعم، آدم محمد يقول: كيف نتخلص من العادات والتي العبادات التي أصبحت عادات عندنا كزيارة القبور وكالذبح لغير الله سبحانه وتعالى، ما هي وصيتكم لنا؟ تتخلصون من ذلك بتعلم العقيدة الصحيحة على العلماء، على العلماء المخلصين الموحدين، تتعلمون العقيدة الصحيحة وهي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وما كان عليه الخلفاء الراشدون وبقية الصحابة، وما كانت عليه القرون المفضلة التي مضت والتي أمرنا باتباعها وأمرنا بالاقتداء بها، فهم القدوة لنا. نعم. بارك الله فيكم وثابكم الله. يقول: ما هي الأمور التي تساعد على الإيمان بقضاء الله وقدره؟ تعلم، أول شيء تعلم العلم النافع على العلماء المحققين، والشيء الثاني أن يعلم أن كل ما يجري وكل ما جرى أنه بقضاء الله وقدره من الخير والشر، فيؤمن بذلك ويصدق بذلك فيكون مؤمنا بالقضاء والقدر. نعم. أحسن الله إليكم. سؤاله الآخر أو الشق الثاني من السؤال يقول: هل يعني يعتبر نقص في الإيمان إذا لم يكن هناك حب في الله أو بغض في الله أو موالاة في الله ومعاداة في الله؟ نعم نعم، هذا الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله، هذا من حقوق الإيمان، من حقوق التوحيد. فتحب الله وتحب ما في الله، تحب الله وتحب في الله، تحب المرء، قال صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. نعم. أحسن الله إليكم، بارك الله فيكم. هناك من العقائد المضادة كيف نواجهها وهي مضادة للحق، أن بعضهم من يسمونهم بالأولياء يشاركون الله في التدبير ويتصرفون في شؤون العالم ويسمونهم بأسماء أخرى، كيف نحارب هذه البدعة؟ هذه عقيدة أبي جهل وأبي لهب وأضرابهم من المشركين الأولين الذين يقولون يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله كما ذكر الله ذلك عنهم، يقولون ما نعبدهم لأنهم ينفعون أو يضرون أو، ولكن لأنهم يشفعون لنا عند الله لكونهم صالحين فهم يشفعون لنا عند الله، فإذا صرفوا لهم شيء من أنواع العبادة فهم مشركون الشرك الأكبر. نعم. بارك الله فيكم. نذكركم بهاتف البرنامج 011-442-8313. معنا الأخ أبو محمد من مكة المكرمة، حياك الله. أنا سم أقول لك، قل لي، أقول لك أنا أسأل عن قوله تعالى: الشمس تجري لمستقر لها. نعم. فالناس يقولون إن الشمس هي ثابتة والأرض هي اللي تدور، فإذا كان كلام الناس صحيح ما معنى هذه الآية؟ طيب، سؤال آخر. أول أعطيني هذا وبعدين أديك الثاني. طيب تفضل يا شيخ. نعم، الشمس تجري كما ذكر الله جل وعلا ذلك، كما قال إبراهيم عليه السلام للنمرود: إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. وهذا شيء مشاهد لا ينكره إلا مكابر،
أن الشمس تجري تأتي من المشرق وتذهب إلى المغرب ثم تطلع من المشرق مرة ثانية وهكذا. نعم. سؤالك الثاني يا أبو محمد. السؤال الثاني، طال عمرك، حنا في قرية. نعم. قرية كبيرة فيها عدة مدارس وأساتذة وناس متعلمين كثير. نعم. وفيها قاضي، طال عمرك، قاضي محكمة وإمام مسجد، فصلى بالناس التراويح وغلط، ورد عليه واحد من الصف وبعد سلم قال من رد علي؟ قالوا فلان. قال لا عاد أحد يرد علي، هل هو على خطأ أو طيب مع حق؟ شكرا يا أبو محمد، بارك الله فيك، تفضل. حياك الله. نعم، إغلاق القرآن يحصل حتى للرسول صلى الله عليه وسلم، حصل أن انغلقت عليه القراءة، فطلب لما سلم طلب منهم الرد عليه. نعم. وقال لي بعض الصحابة، أين أنت من قراء الصحابة؟ أين أنت يا فلان؟ فالرسول يحصل عنده انغلاق في القراءة، فغيره من باب أولى. والرد عليه إذا انغلقت عليه الآية، هذا من حق الإمام ومن حق المأمومين ومن حق المصلين، وهذا من التعاون على البر والتقوى. نعم. نعم، بارك الله فيكم. هناك سماحة الشيخ صالح سؤال من أحد الأخوة، أبو يحيى، يقول: من العقائد المضادة للعقيدة الصحيحة نفي صفات الله عز وجل وتعطيله، ما المقصود بذلك وتوضحون لنا ذلك؟ الله جل وعلا سمى نفسه بأسماء ووصف نفسه بصفات، فلا بد أن نؤمن بأسمائه وصفاته، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في آياته سيجزون ما كانوا يعملون. فنحن نؤمن بأسماء الله الحسنى، كلها حسنى، وكل اسم منها يشتق منه صفة، فالعليم يؤخذ منه العلم، والكريم يؤخذ منه الكرم، والسميع يؤخذ منه السمع، وهكذا كل اسم يتضمن صفة من صفات الله. ولهذا كانت حسنى، لأن كل اسم منها يدل على صفة عظيمة من صفات الله سبحانه وتعالى. نعم. بارك الله فيكم وأثابكم الله. أم أحمد من الرياض تقول: ما الحكمة من قوله تعالى أو ربط بر الوالدين بالله عز وجل عندما قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين حسنا إحسانا؟ إحسان، نعم، هذه الحقوق، آية الحقوق، أولها حق الله جل وعلا في العبادة وإخلاص الدين له، والثاني بعد حق الله حق الوالدين. هذا مما يؤكد حق الوالدين على الولد، وأنه يأتي بعد حق الله سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. نعم. بارك الله فيكم. نعم، هذا أحد الأخوة، بدر من جدة، يقول: في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار، ما المقصود بذلك الند؟ المراد بذلك الشريك، فالذي يدعو لله شريكا ومات على ذلك فهو من أهل النار، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالند المراد به الشريك والمماثل. نعم. أحسن الله إليكم. ننتقل إلى رسالة أخرى. سعيد محمد من القنفذة يقول: فضيلة الشيخ، ما هي النواقض العشر في الإسلام؟ النواقض العشر مذكورة ومطبوعة ومدونة، يرجع إليها ولا يتسع الوقت لعدها. نعم. بارك الله فيكم. أحسن الله إليكم. يقول حفظكم الله: هل من توجه إلى السحرة
واستمع إلى كلامه معتبر قدحا في عقيدته؟ لا شك أنه إذا ذهب إلى السحرة وصدقهم فيما يقولون فقد كفر، قوله صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا سأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. والسحر من عمل الشيطان، يجب اعتقاد بطلانه وأنه عمل شيطاني وأنه مناف للإيمان بالله سبحانه. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وما يعلمان من أحد حتى يقولان إنما نحن فتنة فلا تكفر، يعني فلا تتعلم السحر. فالسحر كفر تعلمه وتعليمه والتصديق به. نعم. أثابكم الله. نستمع إلى هذا السؤال من الأخ عبد الله من حائل. نعم. السلام عليكم يا شيخنا. عليكم السلام. مساك الله بالخير يا شيخ. الله يمسيك بالخير. نعم. حفظك الله يا شيخ، عندي سؤال واحد بس له أنت الغالي. سم. أنا من المهتمين يعني بالأمطار وكذا، يعني والوقت هذا يعني دائما ننزل هنا الأرصاد الجوية. طيب. هل تسمعني؟ نعم. يعني وننزل توقعات يعني على بعد 10 أيام كذا، وسألت واحد عندنا شايب من الديرة قال هذا لا يجوز. قل أنه تكهن. طيب. وهذا يدخل بعلم الغيب، وليتك توضح لنا شيخ أكثر عن المعلومة هذه. طيب شكرا يا عبد الله. حفظك الله. الذي يجزم بنزول المطر هذا لا شك أنه من ادعاء علم الغيب، وأما الذي يتوقع توقع فلا بأس بذلك، لأن الله جعل للمطر علامات وجعل له أوقاتا، فنحن نتحراه فيها ولا نجزم، قد يأتي وقد لا يأتي. نعم. بارك الله فيكم وأثابكم الله. محمد عبد الله من الرياض يقول: ما المقصود بقوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إن من المجرمين منتقمون؟ نعم، هذا في من ذكر بآيات الله ووعظ بها ثم أعرض عنها وبقي على ضلاله وعلى كفره، فهذا ضال ضايع عن الطريق والعياذ بالله، هذا من الضالين. نعم. بارك الله فيكم، أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول: ما هي أفضل الكتب في دراسة العقيدة؟ الكتب في دراسة العقيدة كثيرة، ولكن أقربها رسالة شيخ الإسلام بن تيمية العقيدة الواسطية، وفي توحيد العبادة كتاب التوحيد شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله، فهو كتاب جيد في موضوع توحيد العبادة. نعم. نعم بارك الله فيكم. هذا أيضا يسأل يقول: من هم السلف الصالح الذين ذكروا في هذا التاريخ وفي هذا الوقت وفي تحقيق السنة النبوية الشريفة؟ السلف الصالح هم القرون المفضلة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان، هذه هي القرون المفضلة. نعم. ومن هم أهل السنة والجماعة؟ أهل السنة هم الذين يعملون بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ويجتمعون عليها وعلى ولي أمر المسلمين. نعم. نستقبل هذا الاتصال من الأخ فيصل من أبها. حياك الله أبو فيصل. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام يا أبو فيصل. جزاك الله بالخير يا فضيلة الشيخ. حياكم الله. نسأل الله تعالى بمن يكرمه أن يرفع الغم عن الأمة. آمين. وأن يسددكم وعلماءنا في القول والعمل، وأن يحفظ ما أنعم به على هذه البلاد من خيرات، وأن يمنعها من الزوال. آمين. آمين. جزاك الله خير. آمين. السؤال الأول يا فضيلة الشيخ: شخص نذر أن يذبح بدنة أو بقرة وهو نذر شكر، ومضى على ذلك مدة، ونظرا لظروفه يسأل عن إمكانية إنفاذ النذر بأي من بهيمة الأنعام غير البدنة نظرا لقلة ذات اليد. نعم، تفضل يا شيخ.
نعم يبقى النذر في ذمته، يبقى النذر في ذمته حتى يستطيع وينفذه. قال صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيعه. وإذا كان أنه نذر نذرا ولا يستطيعه في الوقت الحاضر فإنه يثبت في ذمته، فإذا يسر الله له فإنه ينفذ النذر. نعم. السؤال الثاني يا أبو فيصل. السؤال الثاني سم. جاء في الحديث يا فضيلة الشيخ إن الملائكة تستغفر للمصلي ما دام في مصلاه ما لم يحدث، ما هو وجه الإحداث الذي يفوت على المسلم مثل هذا الفضل؟ الله يثيبك. ناقض الوضوء، إذا حصل له ناقض من نواقض الوضوء فإنه ينقطع تسبيح استغفار الملائكة له. نعم. طيب شكرا أبو فيصل حفظك الله، أحسن الله إليكم. هذا سائل آخر صالح من الخرج يسأل عن التوبة إلى الله عز وجل بعد أن أمضى كثيرا من المعاصي وعاد مرة أخرى، ومرة يتوب ومرة يعود، ما هو الضابط الشرعي في ذلك وما توجيهكم؟ الضابط في ذلك أنه كلما أذنب يتوب إلى الله عز وجل ولا يقنط من رحمة الله، ولا يقول أنا فعلت وكررت ولا يغفر لي، هذا سوء ظن بالله عز وجل والله نهى عنه. وكل ما أذنب ولو تكرر الذنب يكرر التوبة ويحسن الظن بالله عز وجل، ويبتعد عن أسباب الوقوع في المعصية، يتجنب قرناء السوء، يتجنب الأشياء التي تغريه بالوقوع في المعاصي، يتجنبها. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل حفظكم الله هذا الأخ عن المعية مع الله سبحانه وتعالى في قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وكذلك في قوله تعالى: لا تحزن إن الله معنا. المعية معية العلم والإحاطة. نعم. معية العلم والإحاطة، وإلا فالله جل وعلا فوق العرش عال على خلقه، لكنه معهم بعلمه وإحاطته. والمعية على نوعين: معية نصر وتأييد وحماية وحفظ، وهذه للمؤمنين خاصة، ومعية إحاطة وعلم، وهذه عامة للخلق المؤمن والكافر. نعم. أبو عبد العزيز من الطائف حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام. سم تفضل يا شيخ. عندي سؤال الله يوفقك. عندي الوالدة قبل 45 عام كانت حامل، وقامت أثناء الحمل بحمل حطب فوق طاقتها مما أدى إلى سقوط الجنين، علم أنها ما كانت متعمدة في شل سقوط الجنين. هل عليها شيء؟ الجنين توفى بعد سقوطه. أي نعم، عليها كفارة صيام شهرين متتابعين، عتق رقبة إن وجدت، فإن لم تجد فتصوم شهرين متتابعين. نعم. سؤال آخر أبو عبد العزيز. نعم. سمعت الجواب؟ لا عيد. الله ينور عليك. لا عيد. تفضل يا شيخ. علم يقول عليك على صيام شهرين متتابع عتق رقبة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين. وإن لم تستطع يا شيخ تبقى في ذمتها. طيب شكرا يا أبو عبد العزيز بارك الله فيكم، أحسن الله إليكم. أيضا في حديثنا أو حديثكم عن المعية، في قوله عز وجل فيما رواه عنه نبينا صلى الله عليه وسلم إذ يقول: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها. الآية الحديث يقول بارك الله فيكم أيضا: هل هذا يدخل في المعية؟ هذا يدخل في الحفظ، يحفظه الله جل وعلا ويحفظ أعضاءه. نعم. يحفظ أعضاءه من أن تقارف ذنوبا أو معاصي، يحفظ أعضاءه ويكون جل وعلا مسددا له في سمعه وفي بصره وفي جوارحه، إذا تقرب إلى الله جل وعلا بالنوافل بعد الفرائض. نعم. يعني هل هناك معية خاصة ومعية عامة يا شيخ؟
معية ذكرناها، قلنا نعم. معية عامة لجميع الخلق ومعية خاصة بالمؤمنين. المعية العامة معناها الإحاطة والعلم، والمعية الخاصة معناها النصر والتأييد والتسديد. نعم، بارك الله فيكم. هذا سائل آخر يسأل يقول: هل الحدود وإقامة الحدود كفارة للذنوب التي أقيمت من أجلها؟ إذا تاب إلى الله مع إقامة الحد عليه، تاب إلى الله، فإنها تكون كفارات بإذن الله. نعم، أحسن الله إليكم. يسأل بارك الله فيكم عن تشيع الجنازة حتى دفنها، هل أم يكتفي فقط في الصلاة عليها في المسجد؟ كلاهما جائز، الصلاة عليها في المسجد فيها قيراط من الأجر، وتشييعها بعد الصلاة عليها وحضور دفنها فيه قيراط آخر، وكل قيراط مثل الجبل العظيم. نعم، بارك الله فيكم. هذا سائل آخر مصطفى عبد الله يقول، يسأل عن قراءة القرآن عند القبر بعد الدفن، هل يجوز أو من البدع؟ هذا بدعة ولا يجوز قراءة القرآن عند القبور. نعم، أثابكم الله. أيضا يسأل سعد صالح من الرياض ويسأل ويقول: هل يجوز تخصيص يوم في الأسبوع لزيارة قبر والدي أو والدتي؟ لا، ما يخصص يوم، حسب فراغك وتمكنك في أي يوم تذهب وتزوره وتدعو له. نعم، من مات تاركا للصلاة هل يدفن في مقابر المسلمين وهل يزار؟ يدفن مع المسلمين وأمره إلى الله عز وجل، ما دام يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنه يدفن مع المسلمين وحسابه على الله. نعم، بارك الله فيكم. أيضا من الأسئلة هذا يقول: طلب الدعاء من بعض الأشخاص بأن يعطيه مبلغا من المال ويقول ادعو لي. لا، ما يحتاج، الدعاء عبادة ولا يأخذ عليها أجر، يدعو بدون أجر. نعم، تقسيم الصدقات عن المتوفى في المقبرة هل هو من البدع؟ نعم، لا يوزع في المقبرة شيء، لا صدقات ولا غيرها في المقبرة، لأن هذا يحدث بدعة، وربما ينفتح الباب للبدع في المقابر. نعم، نعم، بارك الله فيكم. نستقبل هذا الاتصال، الأخ علي من الرياض، تفضل. زاد فضلك، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. جزاك الله بالخير، كيف حالك يا شيخنا؟ حياك الله، مساك الله بالخير. الله يسلمك ويعافيك يا شيخ. أول ما حل علي رمضان، أول ما بلغت سن الرشد، وأول رمضان حل علي، ما صرت أول رمضان حل علي، فما في هذا الصيام يا شيخ؟ إلى الآن ما صمت؟ هلا؟ نعم، إلى الآن ما صمته؟ أول رمضان حل علي، أول ما بلغت سن الرشد وحل علي صيام رمضان ما صمت، أول رمضان حل علي. أقول هل قضيته ولا ما قضيته؟ لا يا شيخ، أنا أبي تفتيني الحين. أنت قضيته ولا ما قضيته؟ ما قضيته يا شيخ. ما قضيته وباقي في ذمتك، لازم تقضيه وتطعم عن كل يوم مسكين مع القضاء، تكفارة عن التأخير. جزاك الله خير. طيب يا شيخ، عندي سؤال ثاني. سم الله عدوك. الحين طال عمرك احنا نداوم في قطاع حكومي، ودائم يحصل تاخير عن الدوام، ويحصل يعني امور كثيره، فما ندري هل الراتب هو حلال ام حرام، ام وفي نفس الوقت يعني اثناء الدراسه يعني صراحه كنا يعني نستعين باحد الزملاء في حل الاختبار وكذا يعني بعض، فما الاجابه الكافيه يا شيخ؟ من ناحية الوظيفة والتوظف، إذا أديت العمل على المطلوب، لو أنت غاش في الامتحان، أنت أخطأت في الغش في الامتحان، ولكن إذا أديت العمل الوظيفي على الوجه المطلوب برئت ذمتك بذلك. نعم، جزاكم الله خير. طيب، ومسألة التأخير عن العمل وكذا، ومديرك مثلا ما عنده خبر وكذا،
ما يجوز لك تأخر عن العمل لأنك تأخذ راتب في مقابل دقائق الوقت اللي العملية، لا يجوز لك تتأخر عن العمل من غير عذر. نعم، جزاكم الله خير. شكرا يا علي، بارك الله فيك. نعم فضيلة الشيخ صالح، بالنسبة للذبح للقبور، التوسل بأهلها، النذر لها، الاستغاثة بأصحابها، ما حكم ذلك؟ هذا شرك أكبر يخرج من الملة والعياذ بالله. النذر لغير الله، الذبح لغير الله، كل هذا من صرف العبادة لغير الله وهو شرك أكبر. نعم، أثابكم الله. هذه إحدى الأخوات تقول: قرأت القرآن الكريم وختمته وأهديت الثواب للرسول صلى الله عليه وسلم، ما حكم عملي هذا؟ أولا، إهداء ثواب القراءة للأموات هذا فيه خلاف، والراجح أنه لا، ليس بمشروع لأنه لم يرد به دليل. ثانيا، الرسول صلى الله عليه وسلم: كل عمل صالح تعمله فله مثل أجرك، لأنه هو الذي دلك عليه، فلا حاجة إلى أنك تهديه للرسول صلى الله عليه وسلم، هو له مثل أجرك في كل عمل يعمله المسلم. نعم، بارك الله فيكم. الأخ عوض من جازان يقول: حفظكم الله، المبالغة في إقامة العزاء 3 أيام وما يتخلله من بعض الإسراف، ما توجيهكم؟ هذا كله من خالفة السنة ومن الآثار والأغلال التي ما أنزل الله بها من سلطان، فلا تعطل الأعمال أيام العزاء، ولا يجلس للعزاء في البيت، ولا تصنع الأطعمة في البيت، كل هذا من المخالفات. والعزاء يكون في المقبرة، يكون في العمل، يكون في المسجد، يكون في أي مكان تلتقي بالمصاب وتعزيه بالتلفون بالجوال وتتصل عليه، وكل هذا يكفي في العزاء والحمد لله، ولا حاجة إلى التزام أيام أو صناعة أطعمة أو اجتماع، كل هذا لا أصل له. نعم، أثابكم الله. معنا اتصال، أبو صالح من الرياض، تفضل. السلام عليكم. دام فضلك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يسأل طال عمرك عن العمرة، أنا عندي ولد عمره 11 سنة. كم؟ عمره 11 سنة. 11 سنة، نعم. والثاني عمره 7 سنوات. طيب، فما كمل عمره، غلق الطواف والسعي والمروة في ساخ الإحرام عليهم. تفضل يا شيخ. هذا متى؟ الصغير قبل 2 سنين، وال 11 سنة قبل العام هذا. اي باقي تنا العمرة عليهم، ليه ما تكملت لهم العمرة؟ العمرة باقي تن عليهم. ها؟ يحملون إذا ما قدروا يحملون يا أخي. طيب، هم فسخوا العمرة. فسخوا الإحرام، ما يحملون على ما انفسخت العمرة، الله يهديك عليهم، محرمين بها، فلا بد يرجعون ويؤدون العمرة. نعم. حتى الصغير تعيد عليهم ملابس، اصبر الله يهديك، تعيد عليهم ملابس الإحرام وتذهب بهم يؤدون العمرة. الطواف أدوه، باقين السعي يعيدونه خلاص، ويحلقون رؤوسهم. الله يجزاك خير. باقين السعي وحلق الرأس أو تقصيره، ترجع بهم الله يعافيك. جزاك الله خير. حياك الله، بارك الله فيك. ثابكم الله. هذه أم صالح تسأل وتقول: حكم ما تفعله بعض النساء من نياحة وبكاء وتصل إلى حد أعلى من ذلك، ما حكم ذلك بالنسبة للمرأة؟ قال صلى الله عليه وسلم: النائحة إذا لم تتب تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. هذا عقوبة شديدة والعياذ بالله. النياحة من كبائر الذنوب وهي من أفعال الجاهلية، والواجب الصبر على المصائب واغتنام الأجر في ذلك، ولا يقول إلا ما يرضي الرب، كما قال صلى الله عليه وسلم: القلب يحزن والعين تدمع ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا بك يا إبراهيم، يعني ابن الرسول صلى الله عليه وسلم لما مات، وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون. نعم، بارك الله فيكم. هذا سائل آخر يسأل عن الزكاة ودفع الزكاة لأشخاص لا يعلم عن حاجتهم، هل بلغت زكاته أم يتحرى في ذلك؟
إذا لم يتأكد من أنهم يستحقون الزكاة فلا بد أن يخرج بدلها، لأنها واجبة في ذمته، ولا تبرأ ذمته إلا إذا وضعها في موضعها الشرعي. نعم. نعم، سؤاله الآخر يسأل عن زكاة الذهب، متى تبلغ؟ أي الذهب؟ زكاة الذهب، وإذا كان عنده محل أو يملك ذهب ليس الحلي يا شيخ. إذا تم عليه سنة فإنه يزكيه. نعم. وإذا بلغ 20 مثقالا كم؟ يعني قصدك النصاب؟ أي نعم. أي نعم، 20 مثقال. جميل. النصاب 20 مثقال. نعم. والفضة؟ نعم. الفضة 56 ريال عربي سعودي. نعم. نعم. أثابكم الله. أحسن الله إليكم. هل الزكاة تعطى للعمالة المنزلية ونحن لا أعلم هل هم مسلمين أو غير مسلمين؟ لا، إذا لم تعلم أنهم مسلمون تتأكد من ذلك فلا تحل لهم الزكاة. زكاة للمسلمين ما هي لغيرهم. نعم. نعم، نستقبل هذا الاتصال من الأخ علي من منطقة عسير، تفضل. علي. ألو. سم. يا شيخ أحسن الله إليك. في حرمة. نعم. في مرأة عندها زكاة من زكاة ذهب. طيب. من الذهب. هي. وعندها أخ قد توفى وعليه ديون كثيرة ما تعرف منهن. أغلق التلفزيون. يجوز أن تحطها في عمل خيري لأخوها. الزكاة الزكاة تدفع للمستحقين. طيب اسمع الشيخ، تفضل الشيخ. الزكاة تدفع للمستحقين الأحياء الموجودين يا أخي، ما تدفع عن الأموات. نعم. السؤال الثاني. يقولوا أو نسمع أن الحرمة إذا كانت في الحرم وعندها أجانب تتغطى، وإذا ما فيها أجانب ما تتغطى. الوقت الحاضر كلهم أجانب اللي في الحرم. هي تغطي وجهها ما دامت في المسجد الحرام والرجال حولها ويمرون بها، تغطي وجهها. تقول عائشة رضي الله عنها: إذا مر بين الرجال سدلت إحدانا خمارها من على رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا. نعم. طيب السؤال الثالث. أيوه لكن خلاص سؤال. شكرا يا علي، بارك الله فيك. شكرا حبيبي، الله أثابك الله، أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ صالح، هذا يسأل عن تعجيل الزكاة لشهر أو شهرين لحاجة أحد الأبناء أو أحد الأصدقاء لزواجه، ما حكم ذلك؟ أحد الأبناء ما تجوز. طيب. لا تجوز زكاة الوالد لولده، أما غيرهم من المحتاجين فتعجل، يجوز تعجيلها. نعم. بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذا يقول: حفظكم الله، في الحج الماضي نويت أن أكون متمتعا، ولكنني عندما نويت ذلك نقلت نيتي إلى الإفراد، فما حكم ذلك؟ نعم. يقول أنه في حج العام الماضي نوى أن يكون متمتعا ولبس الإحرام وتوجه إلى الحرم، ولكنه في الطريق غير نيته من متمتع إلى الإفراد، فما حكم ذلك؟ لا يجوز هذا، ما يجوز قلب التمتع إلى الإفراد، إنما العكس يجوز قلب الإفراد إلى تمتع، وأما قلب التمتع إلى إفراد فهذا لا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم. بارك الله فيكم. هل دفع الزكاة لكل من طلبها أم يجب أن نعطيها المستحقين، وهل تدفع للجمعيات الخيرية؟ تدفع للمستحقين، إذا عرفت أنهم مستحقون تدفعها لهم، إذا ما تعرف تدفعها لغيرهم ممن تعرف حاجته وأهليته للزكاة، ولا تدفع للجمعيات، لأن الجمعيات قد لا يهتمون بها، يرمونها مع ما عندهم ولا يهتمون بها وبإيصالها إلى مستحقيها. نعم.
أحسن الله إليكم. أبو معاذ من الرياض يقول أن هناك بعض التجار يشتري بعض البضاعات ويخزنها في مستودعه حتى يرتفع سعرها، ثم بعد ذلك يبيعها بسعر أغلى من سعرها الحالي، هل هذا يعتبر احتكار؟ إذا كان الناس محتاجين إلى هذا فلا يجوز أن يشتريها ويخزنها، أما إذا كان الشيء ميسور والأشياء موجودة وميسورة فلا بأس أن يخزن ما يستفيد منه مستقبلا إذا لم يضيق على الناس. نعم نعم بارك الله فيكم. يقول سعيد محمد يقول بالنسبة لزكاة الراتب الذي ينقص ويزيد كيف يكون؟ الراتب زكاة إذا حال عليه الحول وهو يبلغ النصاب يزكيه إذا وفر منه شيئا، وإذا صرفه قبل تمام الحول فليس فيه زكاة. نعم مبلغ التقاعد الذي يدفع للوالد المتوفى هل يعتبر من الورث ويوزع بنصيب الذكر للذكر مثل حظ الأنثيين؟ إيش؟ التقاعد، قيمة التقاعد يا شيخ. التقاعد هذا يرجع فيه إلى نظام التقاعد. نعم. ويمشون عليه، يسألون اللي يصرفونه منه له يمشون على ذلك. نعم أحسن الله إليكم. أنا عندي بعض المبالغ في البنك ولكن لا أميز هل ما يزيد في هذا الحساب هل هو ربا أم غير ذلك، كيف أميز ذلك؟ إذا كان الإيداع للحفظ فقط ولا تأخذ عليه زيادة من البنك فلا بأس بذلك، أما إذا كان تودعه عند البنك ويصرفونه ويدفعون لك عليه زيادة فهذا لا يجوز لأنه ربا. نعم نعم. يقول ما المقصود بالربا وهل له أقسام؟ الربا هو الزيادة في اللغة، والمراد به هنا الزيادة في بيع الجنس بجنسه من الأصناف الستة وما يشاركها في العلة، وهو ينقسم إلى قسمين ربا فاضل وربا نسيئة. نعم نعم أحسن الله إليكم. هذا عبد العظيم محمد يقول كيف نحقق البركة في المال حيث أن المال أحيانا يذهب بسرعة ولا نجد هناك بركة، لماذا؟ البركة من الله ليست منكم، ولكن أنتم رشدوا الإنفاق واحفظوا مالكم عن الضياع وإن شاء الله تحصلون على الخير. نعم نعم. سؤال آخر من فهد محمد يسأل عن الوساوس في الصلاة بأنها كثيرة لديه وأنها تذهب الخشوع عنه. أبدا، إذا جته الوساوس استعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويتركها ولا تضره إن شاء الله. نعم. هل الغسل يجزئ عن الوضوء؟ إذا نوى دخول الوضوء مع الغسل صح وأجزأ. نعم. طيب حكم الصلاة قبل دخول الوقت بثواني تقريبا؟ لا يجوز الصلاة قبل الوقت ولا بثانية ولا بزمن قليل، لا يجوز إلا إذا دخل الوقت، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. نعم. عبد الرحمن الدحيم يسأل ويقول حكم الرقية الشرعية وحكم أن يرقي المسلم نفسه. ألا طيب، الرقية الشرعية طيبة من الكتاب من القرآن ومن الأدعية الشرعية، هذا طيب ويرقي نفسه ويرقي غيره بالرقية الشرعية. نعم أثابكم الله. يسأل حفظكم الله عن نفقة الزوجة المطلقة هل تجب على الزوج؟ الرجعية لها النفقة ما دامت في العدة، هي زوجة ما دامت في العدة ولها النفقة، وأما المطلقة البائن فليس لها نفقة. نعم نعم. ويقول الزوجة المعلقة نحو 10 سنوات هل لها حقوق الزوجة؟ هذا يرجع فيها إلى القاضي ينظر فيها. نعم. كفارة 4 أيمان متنوعة كيف تكون؟ كل يمين لها كفارة إذا كانت على أشياء، إذا كانت الأيمان على أشياء متعددة فلكل يمين كفارة. نعم
سعيد مصلح يسأل يقول: هل يجوز التبرع بأعضاء كاملة بعد وفاتي؟ لا، أعضاؤه ليست له ولا يجوز له أن يتبرع بها. يتبرع بدراهم ولا بأشياء ينتفع بها في حياته، أما أعضاؤه فليست ملكا له، نفسه ليست ملكا له. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: كيف نحقق الإخلاص في عباداتنا؟ تتعلم التوحيد، تتعلم ما يخل بالإخلاص ويناقض الإخلاص، هذا لازم تتعلم العقيدة الصحيحة على أهل العلم. نعم. نختم هذه الحلقة حفظكم الله بأحد الأسئلة، يقول: هل هناك فرق بين الحمد والشكر؟ الحمد أعم من الشكر، لأنه يكون على الجميل الاختياري، ويكون على الجمال غير الاختياري، فهو أعم من الشكر، والشكر يكون على نعمة وعلى معروف. نعم. جزاكم الله خير الجزاء وجعل ذلك في موازين حسناتكم أيها الإخوة والأخوات. إلى هنا وناتي إلى ختام هذه الحلقة مع ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. جزا الله الشيخ خير الجزاء وجعل ذلك في موازين حسناته، ومتعه الله بالصحة والعافية، وبارك الله لنا بما سمعنا ونفعنا بما نسمع. أيها الإخوة، شكرا لكم وتحية لكم من الزملاء هنا وهناك، ومن الزملاء أيضا محمد الحامد، وأيضا من المخرج سلطان العتيبي. نلقاكم على خير بإذن الله تعالى في لقاء مقبل. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.